الحمد لله. بالنسبه لجوج الزيرو مع المانيا بروميير ميتا راه مزيانه. حنا تنشوفوا المنتخب الجزائري المنتخب الجزائري راه خسرها مع الكوت ديفوار ب 13-0 بالنسبه حنا لاعبين مع المانيا وخاسرين معها حاليا ب 3-0 راه انجاز واول مشاركه. برافو، هذا هو المعقول. ان شاء الله تنتمنوا من المنتخب، يعني ندوي بالمنطق، ما نبقاوش نهضروا بالعاطفه، ندوي بالمنطق وندوي بالمعقول شنو كاين. بالنسبه حنا خاسرين مع المانيا بثلاثه، تنشوفوا حنا الجيران ديالنا المنتخب الجزائري راه خسر 13 مع الكوت ديفوار. مع الكوت ديفوار اللي ما نقارنوش القوه ديالها مع الفريق ديال المانيا. الكوت ديفوار ما مأهلاش لكاس العالم بحال المانيا، ما مأهلاش لكاس العالم. اذا نقولوا لهم كوراج ونقولوا لهم تبارك الله عليهم وكنتمنوا لهم التوفيق. ان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق، ان شاء الله غتكون ضروري، ان شاء الله ما غيماركوا المغاربه شي هدف.